السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة تخطي حساب جوجل للهاتف هواوي Y62 اصدار الاندرويد 6. في الفيديو ده هنحتاج حاجتين: ميموري ونحمل عليه التطبيقات اسفل الفيديو، وكمان شريحة اتصال ونقفلها برقم سري. بعد اختيار اللغة والبلد وتسجيل شبكة الواي فاي، بيقف الجهاز على تسجيل حساب جوجل. بنعمل إعادة تشغيل الجهاز. هنحط الميموري بعد تحميل عليه التطبيقات أسفل الفيديو، وهنحط الشريحة بعد قفلها بكلمة سر. علشان نقفل كلمة سر الشريحة هنحطها في الجهاز تاني مفتوح، ومن خلال الجهاز ده بندخل على الإعدادات وبعدين الحماية والخصوصية. بننزل تحت شوية وبنختار المزيد من الإعدادات، تعيين قفل بطاقة الـ SIM، بنختار البطاقة الأولى أو الثانية ونفعل خيار قفل بطاقة الـ SIM، وبنكتب كلمة سر البطاقة وبعدين بنضغط موافق. كده الشريحة اتقفلت بكلمة سر. هنحطها في الجهاز. بعد ما الجهاز يفتح بنستنى لحظات على ما يقرأ كلمة سر الشريحة. زي ما احنا شايفين قدامنا في الفيديو، الجهاز طلب مننا كلمة سر الشريحة. دلوقتي بنشيل الشريحة من مكانها ونستنى لحظات. كلمة المرور المطلوبة اتشالت، بنسحب من أسفل الجهاز زي ما احنا شايفين في الفيديو، بتظهر لنا أيقونات ومن ضمنها أيقونة المشاركة. بنضغط على أيقونة المشاركة وبعدين بنختار إضافة إلى خرائط. حسنا، سماح، إلغاء. عن طريق زر الرجوع أعلى يمين الشاشة بنضغط عليه وبعدين بنضغط على نعم. أعلى يسار الشاشة بنلاقي كلمة تخطي بنضغط عليها لا. بنضغط على الثلاث شرط أعلى يمين الشاشة، بننزل تحت شوية وبنختار بنود الخدمة. بتفتح لنا صفحة وفيها بنود الخدمة الإضافية لخرائط جوجل. بنحدد أي كلمة من الصفحة وبنضغط على الثلاث شرط يسار الاختيارات، وبعدها بنضغط على كلمة المساعدة وبنستنى لحظات. بيفتح لنا جوجل، بنضغط لا شكرا. بنبحث عن مدير الملفات، بنكتب مدير، بيظهر لنا تحت بنضغط عليه، وبعدين بنخش على التطبيقات. حزم التثبيت هيفتح لنا طبعا كل حزم التثبيت اللي موجودة على الميموري اللي احنا حملناها اسفل الفيديو. هما تطبيقين اتنين بس، تطبيق اندرويد 6 وتطبيق كوك شورت كات. بنبدأ في الاول بتثبيت تطبيق اندرويد 6. الإعدادات، بنفعل خيار مصادر غير معروفة، موافق. بنرجع خطوة للتطبيقات وبنضغط تاني على تطبيق أندرويد 6، تثبيت. بنضغط على كلمة تم وبعدين بنثبت تطبيق كويك شورت كات، تثبيت. بنضغط على كلمة فتح. بنبحث عن إدارة حساب جوجل، بنضغط عليها
بتفتح لنا قائمة كلها إدارة حساب جوجل. إدارة حساب جوجل اللي احنا هنضغط عليه مكتوب بالبونت الصغير تحت إدارة حساب جوجل، اكتب البريد الإلكتروني وكلمة السر زي ما احنا محددين دلوقتي في الفيديو. بنضغط عليه وبعدين بنخش على محاولة. أعلى يسار الشاشة بنلاقي 3 نقط بنضغط عليهم، وبعدين بنختار تسجيل الدخول من المتصفح، موافق. بتفتح لنا صفحة من خلالها بنسجل دخول لحساب جوجل. لو ما عنديش حساب بعمل حساب على أي جهاز تاني ومن خلال الصفحة ديت بسجل دخول. بعد تسجيل الدخول بيرجعنا على الشاشة اللي قدامنا دي، بنعمل إعادة تشغيل للجهاز. بعد إعادة التشغيل بنضغط على التالي، 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 أوافق، التالي، رفض، تخطي، بدء. تم تخطي حساب جوجل بنجاح. يفضل بعد إجراء تخطي حساب جوجل إن احنا نعمل إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات علشان خاطر الملفات اللي احنا نزلناها أو ثبتناها من على الإنترنت. إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات مش بيطلب منك حساب جوجل. بندخل على الإعدادات، بنزل تحت خالص وبعدين بندخل على الإعدادات المتقدمة، النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط، استعادة ضبط المصنع، إعادة ضبط الهاتف، وبنضغط مرة تانية على إعادة ضبط الهاتف. الجهاز بيعمل إعادة تشغيل. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنختار اللغة وبعدين بنضغط التالي وبنختار البلد وبعدين بنضغط التالي، تخطي، متابعة،
أوافق. التالي بدء. تم تخطي حساب جوجل وتم عمل إعادة ضبط المصنع للهاتف من داخل الإعدادات. يا رب الفيديو يكون عجبكم. أي استفسار أو أي مشكلة طرق التواصل أسفل الفيديو.